مدرى المهيبة. يسمون مدرى طروادة البلغارية. لقد تم العثور هنا على آثار لأقدم ساكني شبه جزيرة البلقان. اليوم تم تحويل مدرى إلى محمية تاريخية أثرية. أما في الماضي فقد كانت مركزاً دينياً، بل مركزاً أقدم وأكبر من دلفي مثلاً، معبد وثني، مكان مقدس، وكنائس مسيحية ومصليات تقف كالطيور على جرف صخري. يبلغ ارتفاعه حوالي 30 متراً. القرن 14 تم في صفور الهضبة تشييد أكبر دير صخري في البلاد، والذي يتألف ما يزيد على 150 صومعة، متيناً ومهيباً، وكلغز ينتظر من يفكه. يعلو هنا أيضاً النحت الصخري البارز والفريد فارس مدرى. إنه يرمز إلى قوة وعظمة الدولة البلغارية. الكتابات من حوله تحكي عن مآثر تريفل وكروم وأمورتاج، 3 ملوك بلغار. لكن الصورة الصخرية نفسها تعبر على الأرجح عن تصورات البلغار القدامى عن الإله. مدرى من المواقع السياحية الأكثر تفضيلاً وزيارة من قبل السياح. أما فارس مدرى فقد أدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو. فارس مدرى هو من رموز بلغاريا أمام العالم، وبلغاريا تحب إكرام أجدادها. النصب الكبير مؤسس الدولة البلغارية المطل على مدينة شومن يأتي تجسيداً للتصور عن نشوء ونمو الدولة البلغارية. يضم النصب تماثيل الحكام البلغار من أسبروخ إلى سيميون الأول الذي بلغت بلغاريا في عهده عصرها الذهبي. عند أساسات النصب وفي كبسولة خاصة وضعت الوصية إلى الأجيال القادمة. في مركز شومن وجد في الماضي أيضاً معبد إسلامي فريد، مسجد شريف خليل باشا المعروف باسم جامع طنبول. اليوم يقع المسجد في الجزء الجنوبي الغربي للمدينة بسبب توسعها العمراني. هذا هو أكبر جامع في بلغاريا. يتألف المجمع من صالة لإقامة الصلاة ومبنى ملحق يحوي 12 حجرة وفناء. حرم الجامع المزخرف بأشكال هندسية ونباتية وبصور من القرآن الكريم يمثل رائعة فنية حقيقية. لبناء المبنى استخدمت دعائم من قصر الملوك البلغار في العاصمة القديمة بليسكا. عجوبة مدرى الحقيقية تكمن في غناها وتنوعها المدهشين. هذا الموقع بالنسبة للسائح يمثل زيارة مغامرة حقيقية عبر الزمان.